الثورة انتصرت وستظل منتصرة. هذه الثورة أعادت لهذا الشعب علقه، وهذا الشعب اليمني العظيم قد عاهد الله بأنه سيقود الأمم جميعها إلى الخلاص كما كان عليه الشعب اليمني في كل تاريخه وكل حضارته. أيها الأعزاء، أقول لناهب الأموال، أقول لناهب الأموال، هذه الأموال التي سنبني بها البلد، أقول لهم ستعيدونها غصبا عنكم، حفظا على السلام العالمي، حفظا على الأمن العالمي، نعم ستعيدونها. وأقول لكم أيها الأعزاء، أيها الأحباب، أن جائزة نوبل للسلام هي منحت للشعب اليمني العظيم، وأن قيمة الجائزة هي لأبناء الشعب اليمني العظيم، وأول الأموال التي ستعاد إلى الخزينة العامة هي جائزة نوبل للسلام، ستوضع في خزينة العامة للدولة، وسيلاحق كل الأموال الفاسدة، الأموال الفاسدة ستلاحق وستعاد إلى خزينة المال العام، ستعاد إلى خزينة الدولة ليبنى بها هذا البلد الكبير، ليعاد بها نجد هذا الكبير. هذه الجائزة لكم، هذه الجائزة يستحقها كل طفل، كل شاب، كل شيخ، كل امرأة، كل رجل. لقد رفعتم رؤوسكم فظلتم مرفوعين الراس، وقد اعدتم اليوم اول اموالكم خزينتكم العامة. السلام عليكم ورحمة الله. لمن كل هذه القناديل تضوي؟ لمن كل هذه القناديل تضوي؟ لمن في العرس تشكو؟ لمن هل الأرض عاد لها ذو يدا؟ هل الأرض عاد لها ذو يدا؟ فعاد الزمان، فعاد الزمان، وعادت عدن. لمن كل هذه القناديل تضوي؟ لمن كل هذه القناديل تضوي؟ لمن وهذه المواويل في العرس تشدو؟ لمن هل الأرض عاد لها ذو يدا؟ هل الأرض عاد لها ذو يدا؟ فعاد الزمان، فعاد الزمان، فعادت عدن. لمن؟ لأجل اليمن.